يعني اولا وديت لي مسؤوليه لازم اسال نفسي ايه سؤال. لو جينا نرجع مع بعض صدق النقطه دي مهمه جدا لبقيه المحاضره بقيه الولاد، علشان افهم الوديت لي مسؤوليه وعلشان افهم الهيرنج لوس وعشان افهم يعني ايه جوديومتري بعد كده لازم اعرف الميكانيزم اوف هيرنج. حد يفكرني كده فكرنا كده بالميكانيزم اوف هيرنج قبل كده. الاول الهير بتاعتنا عباره عن كام جزء؟ كلام جميل. حاجه اسمها ايه؟ اكسترنال ايه؟ حاجه اسمها ميدل ايه؟ حاجه اسمها انر ايه؟ طيب اخدها واحده واحده بقى. انا بكلمك انت بتسمعني ازاي؟ عن طريق الويفز الهواء. ايوه يبقى الاير بينا دي كوليكت ايه؟ انفيرمنتال ساوند. كلام كويس. وبعدين من خلال مين؟ يعني الاير بينا هتدخل عن طريق مين؟ الاوديتري كانال والاير كانال يروح هناك هنا مين؟ التمبانيك ممبرين. يعمل في التمبانيك ممبرين؟ يعمل فايبريشن في التمبانيك ممبرين. طيب التمبانيك ممبرين ماسك في مين؟ في 3 بوني باسكتس موجوده فين؟ في الميدل اير اللي هم اسمهم ايه؟ ماليس وانكس وستيس. كلام جميل. طيب السبب عمل فايبريشن في هذه الايه؟ في هذا التمبانيك ممبرين. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ هيحرك ال 3 بونز. هيحرك ال 3 بونز. طب ايه فايدته؟ طب نعرف احنا دلوقتي انت بدأت انك عايز توصل الصوت لمين؟ هل الريسبتور اوف هيرنج موجود في الميدل اير؟ لا. الريسبتور اوف هيرنج موجود في ايه؟ الاير. طب ليه كان في ميدل اير؟ طب ما كان ممكن ربنا كان يخلي طبعا كل شيء عنده مقدار شوف حالا الايه؟ الهدف منها ايه؟ كان ممكن تبقى في انر اير او طريق خاص. ما كانش في بتعمل ايه؟ عشان تقوي السمع. اسمها ايه؟ امبليفيكيشن اوف ساوند. طيب بتعمل امبليفيكيشن الساوند ركزوا النقطه دي مهمه جدا. تبقى امبليفيكيشن في الساوند اي ساوند؟ احنا عارفين الساوند بالغرز. حد يعمل انيوميشن كده للساوند بالغرز؟ الساوند بالغرز. ها في حاجه اسمها ايه؟ دي مهمه عشان النبي يا جماعه ما جابوش ساوند بالغرز. ايه صفات اي صوت في الدنيا؟ لو امبليتيود يعني انت دلوقتي انت لسه قايل لي حاجه ان الساوند عباره عن ساوند ويفز. فانت عندك ويفز امبليتيود وكواس. الساوند ويفز دي بتختلف في ايه؟ ان لها حاجه اسمها ايه؟ بتختلف في ايه؟ شوف لها حاجه اسمها امبليتيود فريكونسي. صح؟ امبليتيود والاسم اللي بتتباع بتاعه انتنسيتي بتاعه اثنين انتنسيتي. ودي الناس بتوقف قياس ايه؟ بيوقف قياس ام سي كيو. الناس بتوقف قياس ايه؟ اسمها ايه؟ دي سي بن. دي سي بن. دي سي يعني 4 من البن 1 و 3 اسمها دي سي بن. طيب لو خلص الصفه الثانيه اسمها ايه؟ فريكونسي. بهرتز. ودي برضه قياسها ايه؟ بهرتز. والهرتز سايكل بير سكند. والفريكونسي الاسم بتاعها ايه؟ اللي هو بيتش. ما سمعتش قبل كده اللي هو بيتش ساوند واللي هو بيتش ساوند. فاكرين الكلمه دي يا جماعه؟ يبقى في صفتين لحد دلوقتي. في حاجه اسمها امبليتيود او انتنسيتي اوف ساوند وحاجه اسمها فريكونسي او بيتش اوف ساوند وعرف ربط القياس الاثنين. ايه التاني؟ ها؟ هل الساوند ده ريجولار؟ هل هو ريفي؟ هل هو سيركل كاركتر؟ ايه رايك؟ انا بقول حاجه اسمها بيور تون. لان دي اللي بنستخدمها واحنا بنشتغل في الاوديومتري. يعني معناها سيمبل تون لايزس مش كومبليكيت مش كومبلكس تون. تعالى نطلع على الساين ويف تكبير المنتج بتاعته بالنسبه للساين ويف تبقى بالشكل ده كده كيرف بالشكل ده الهاي بتاعه الناحيه دي بالظبط دي بنقول عليها ساين ويف. فالبيور تون بتبقى بالشكل ده كده كلها ايه ايدنتيكال تو ايتش اذر بالشكل ده. اخر صفه من صفات الساوند يا جماعه ساوند ويف دي المفروض عارفينها من الانترودكشن. في حاجه اسمها الماسكينج افكت. ماسكينج يعني تخيل كده لو 10 بيتكلموا في نفس الوقت هتسمع الحد فيهم لو كلهم بنفس الايه؟ الصوت ونفس الدرجه ونفس الشيء في نفس الوقت هتقول لهم ايه يا جماعه؟ يا جماعه واحد واحد يتكلم. ليه؟ لان صوت واحد هيعمل ماسكينج للصوت الثاني ولا هتاخد ايام زمان في الاكشن وتنشر تقول حاجه اسمها ايه؟ ها؟ ابسوليوت ريفراكتوري ليفل. لما يحصل استيميليشن هيحصل مرحله مش هيحصل ايه ريسبوند لهذا الاستيميليشن. فده انا عندي اربع خطوات
في حاجه اسمها الايمان اليوتيوب والثقه انها تشتغل على الفلان ان شاء الله. والبيوتو اللي قايم على فكره التون اللي انا هستخدمها في الليل والماسك افكت وهستخدمها برضه في الليل، الساوند نورمالز مهمه جدا ما تعرفها بدل تخدمها كنت بتتكلم فين؟ في الليل. طب كلام كويس. انت دلوقتي انت قلت لي ان الميديكال انا بقول الكلام ده كله ليه مش يعني بقى علشان اقول انت بتقول لي هعمل امبليفيكيشن للساوند. هتعمل امبليفيكيشن للساوند امبليتيود يعني مثلا الساوند امبليتيود امبليتيود يعني الساوند يفتح بالشكل ده. هل ما يحصل لها امبليفيكيشن هتبقى بالشكل ده كده؟ لا. لو اتعمل كده هتصرف تاني. طيب هل هتعمل لها امبليفيكيشن للفريكونسي زاوية الفريكونسي يعني دي كانت كده؟ لا خلاها كده؟ لا. طب امال تعمل امبليفيكيشن ليه؟ دي بتتسيب كتير يا جماعه بتعمل ايه؟ The leading ear amplified which of the following sound modality. بتعمل انهي واحدة؟ في حاجة اسمها sound pressure. لا هو amplitude ولا هو frequency. فتاخد الويف نفسه. بحيث ايه؟ خلي بالك انا بسمعك انت الجاي. انت عندك الميديا دي ممكن تاخدوها كفسيولوجي او كفسيولوجي كان في من طفل كل الاستراكشر بتاعها عندك فيها هوا ولا فلويد؟ بيحصلوا بيرسبشن بواسطه الايكس الكريتال بارت وتدخل الارض البريان
ولا البيزا برضه بتزرع من غيرها؟ لا افتكرها او لا او لا او ما كانتش دي تبقى دي او لا ازاي تفتكرها من غير ما تنساها؟ بص هذا اللي زي ما انت قلت هذا من غير الاير بيلا هذا ايه؟ سيما بريتري كانال هذا الباري ممبرين هذا الميدل اير صح وهذا الموت هذا الانر اير هذا بالشكل ده كده كده وهذا جزء المصطلح بالشكل ده اللي فيه اللي هنا هتلاقي هنا مسافه صح الكلام هتلاقي ان هو هذا البولي اوستيك زي ما انتم عارفين يا جماعه وهذا الايه كوتليت اوف ستيتس ركز معايا في النقطه اللي جايه هنا دي البازل ممبرين اهو صح البيزنس الكوكليا هنا خلاص وزي ما اتفقنا الايريس وزي كوكليا هنا واتفقنا ان الاثنين دول متصلين ببعض النقطه دي بيقولوا عليها الهيليكوتريما عشان لما تتسال يقول لك نير الهيليكوتريما ذا ساوند اوف ذا سيلد اس يبقى مقصود ده عند الايريس اوف ذا ايه؟ الايريس اوف ذا كوكليا او الايريس اوف ذا ممبرين يبقى سيال لما يجي يقول لك نير الاوفر ويندو يبقى معناها عند البيزنس كوبلر او عند الايه ليزر بارتس لاتر ممبرين افتكرها ازاي هي هارد فريكونسي ساوند ولا لو فريكونسي ساوند ركز الهارد هو مثلا ما بتبقاش شايف الهارد كده جزء نار وجزء واي الواي ده اللي هو الايه البيز صح وهذا الايه الاكس ركز الهاي فريكونسي ساوند خد اكس اعكاس اعلى حاجه هي مش جاب اكس هيبقى عندها اللو فريكونسي ساوند والبيز اكبر شيء في الهرم صح يبقى هي الهاي فريكونسي ساوند افتكرها كده اكس يبقى لو فريكونسي ساوند بتريسيف بتستقبل مين اللو فريكونسي ساوند البيز تبقى الهاي فريكونسي ساوند وضحت الصوره يبقى لما يتقال لك مثلا ده مثلا البرين افكتد نير ذا اوفر ويندو يبقى معناها ايه؟ انت ساوند ده لو كان بيرسيف او تبقى افكتد للهاي فريكونسي ساوند. ما يقول لك لازم اوفر برين از افكتد نير ذا هيروبوترينا. So the affected sounds will be low frequency. صح ولا صح يا جماعه؟ فاهم النقطه دي؟ كلام كويس. وصلنا ان حصل فايبريشن في هذا البازل ممبرين الكلام ده ريبيتيشن عارفينه اكتر منك البازل ممبرين هلاقي ان هو في الايه؟ في الكوفيا ده او السكالا ايديا هلاقي فيه مين؟ مين الريسبتور فور هيرنج؟ الهيرسل ها هيرسل زي سي في حاجه اسمها اورجان في اوف كورت الهيرسل في عندي اوتر ايديا هيرسل لو جينا نفتكر مع بعض هيبقى الهيرسل بالشكل ده الكلام ده قلناه مهم جدا للمحرر لله فانا عندي الهيرسل بالشكل ده زي ما انتوا عارفين اكتر مني هنا في نيرف فايبر تحت كده صح؟ وهنا الانسان وهنا حاجه بيقولوا عليها ستيريو سيليا وهنا بيقولوا عليها الفايبر سيليا وانتوا عارفين برضه ان في تيب لينكس بتربطهم ببعض وعارفين ان ده ربنا فين؟ في حاجه اسمها الاندو لينف وزي ما انتوا عارفين اكتر ان الاندو لينف مين اللي الكونسنتريشن فيه اعلى الصوديوم ولا البوتاسيوم؟ البوتاسيوم بص ملحوظه مهمه الاندو لينف سواء هنا او في خدته يا جماعه ديت ايه؟ الكولاجين صح؟ خدنا قاعده ان البيري لينف والاندو لينف الاثنين اكسترا سيلولار فيلر ولكن هذا الاندو لينف شبيه لمين؟ للاكسترا سيلولار شبيه لكن بص هلاقي فيه بوتاسيوم كتير والبيري لينف شبيه لمين؟ للاكسترا سيلولار فيلر لكن الاثنين اكسترا سيلولار فيلر طيب اتكلم عشان انت بقى محرر انت دلوقتي الصوت عمل فايبريشن صح؟ هيحرك مين؟ الاندوليمف فقال لك لو اتحركت الاستيريو سيليا في اتجاه مين؟ في اتجاه الكايمو سيليا هيحصل ايه؟ اوبننج لهذه الشلت صح ولا لا؟ وهيحصل حاجه اسمها بوتاسيوم انفلاس ونقطة إلى مبنى الديبولاريزيشن من الحاجات الاكسبشن اللي في الفيسيولوجي الالكتروفيسيولوجي القاعدة العامة بتقول إن الديبولاريزيشن بينزل صوت الإنفلاكس هنا الحكاية الحكاية إيه؟ البوتاسيوم إنفلاكس نعم ولا لا؟
احنا في الليبراليزيشن السبب ان البوتاسيوم ريتش ان اندو ايه؟ ان اندو ده. طيب حصل الليبراليزيشن ادى الى ريليز لسيرت الكيميكال ترانسميتر. اللي هو مثلا ايه؟ حفظ الكيميكال ترانسميتر مع الجلوتاميت. الجلوتاميت فكرنا في الفلوس الاصليه خدناها في الفيديو واحنا بنتكلم برضه الاكوليبريا، خدناها ايه؟ احنا بنتكلم في محاضره ايه؟ الدين. انا ايه الفايبر؟ الفصل ولا اسمه الفايبر؟ الفصل بين الفايبر. امال اسمه الفايبر بتطلع مين؟ السبستنس دي. فانت بتعد كده وبتكرره يا جماعه. خلاص؟ كلام كويس. وصلنا دلوقتي ان في اكشن بوتنشال هيتقل للنرف هنا، هيتجمع لك نرف اسمه اوديتوري نرف. الاوديتوري نرف ادي الترينيا نرف يا جماعه. 8 ايه؟ ترينيا نرف. لغه كده كتير، لغه استكناف، لغه استكناف، لغه نرف، قال عليه ايه؟ اوديتوري نرف، قال عليه الجزء البرانش فيستيبيولار نرف، لغه كده كتير. خلاص؟ اوديتوري بار اوف ايه؟ اوف اتس ترينيا نرف. صعبه ولا صعبه؟